السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. مصري يتكلم عن زيارة عمي تبون الى الصين. وعبد المجيد تبون نجح في ده بصراحة ربنا، ودي اهم انجازاته واحلى انجازاته في وقبل ما اكمل كلامي عشان في ناس هيقولوا لي خمسة انا هحسدكم يعني ولا حاجة، وتنقل الجزائر من النجومية للعالمية. رئيس دولة الجزائر عمي عبد المجيد تبون. انا ما بحبش اقول فخامة لان الشعب الجزائري قال لي ما تقولش فخامة، اقول عمي عبد المجيد تبون. فعمي عبد المجيد تبون رئيس دولة الجزائر الشقيق راح الصين. لما راح الصين بقى عمل ايه يا اولاد؟ واسمع بقى، اسمع واستمخ وهستف لك بقى عمي عبد المجيد تبون عمل ايه وراح قعد مع الرئيس الصيني تشين 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 تشين، عمل ايه وسوى ايه وسوى الهوايل. استثمارات صينية في الجزائر بقيمة 36 مليار دولار، 19 وثيقة. وقبل ما اكمل كلامي عشان في ناس هيقولوا لي خمسة انا مش عارف يعني ايه خمسة، يعني انا هحسدكم يعني ولا حاجة؟ حاشا لله، الف مبروك طبعا مقدما. 19 وثيقة اتفاق بين الجزائر وبين الصين، 19 وثيقة، اللهم زود وكتر يا رب. 19 وثيقة في النقل والمواصلات والسكة الحديد وانشاء مركز تكنولوجي ونقل التكنولوجيا بالكامل من الصين الى الجزائر. كمان وثيقه للملاحه والاتصالات، بس انا ليا تعليق في الاتصالات دي، بلاش الفايف جي عشان الصين في كلام كبير قوي ناحيه الحكايه دي، وهو ده سبب الخلاف بينها وبين الولايات المتحده الامريكيه، بينها وبين امريكا. ما هو في 4G 5G 6G، الكلام على 5، عليه شبهات كتيرة. الفايف ده دولة الجزائر خلي بالكم. كمان وثيقة تنمية حضرية مستدامة، ووثيقة التعاون التجاري في شتى المجالات، وكمان وثيقة تخص الحجر الحيواني والحجر النباتي. تكنولوجيا الزراعة الجديدة هتتنقل كلها بالكامل لدولة الجزائر. والتعليم العالي، أهم حاجة التعليم العالي والبحث العلمي، كل ده عمله عبد المجيد تبون الله يديله الصحة في الزيارة دي. والطاقة المتجددة بقى والهيدروجين الأخضر، وما أدراك ما الهيدروجين الأخضر. خير، طول ما المية حوالينا كتير كل ما الطاقة بقت كتير، حاجات لا تعد ولا تحصى. بقول لك 19 وثيقة، طبعا الكلام ده قبل زيارته لتركيا، واحنا هنغطي طبعا زيارته لتركيا لأن أكيد هيسوي الهوايل هناك، مع أن التراك وربنا يكون في عونهم يعني. وطبعا اهم حاجة في الموضوع ده كله الانضمام الى صندوق بريكس والانضمام الى المجموعة بتاعة صندوق بريكس وانشاء عملة جديدة تضرب الاخضر في مقتل. وعبد المجيد تبون نجح في ده بصراحة ربنا، ودي اهم انجازاته واحلى انجازاته في الف 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 مليون مبروك. وتحياتي لعم تبون، اولا ربنا يديك الصحة وتنقل الجزائر من النجومية للعالمية. الله يديك الصحة وطولة العمر، مبروك للجزائر. وطبعا اهم حاجه في الموضوع ده كله الانضمام الى صندوق بريكس والانضمام الى المجموعه بتاعه صندوق بريكس وانشاء عمله جديده تضرب الاخضر في مقتل. وعبد المجيد تبون نجح في ده بصراحه ربنا، ودي اهم انجازاته واحلى انجازاته في الف 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 مليون مبروك. وتحياتي لعم تبون، اولا ربنا يديك الصحه